بكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم غادي نخصوها لواحد الشكل ديال الفيلتاج او فويتاج او كل واحد كيفاش كيسميه. ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الشكل، هذا كيطلع رائع بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نجربوه. وهنا كانوا البعض الاخوان كيقول لك اودي يعني كريم اسبانيول خص بقى تعمل لنا شي حلقات، يعني اي فاش بقى نعملوه فاش بقى نستعملوه بحال هكذا. كما كتلاحظوا هذا كريم اسبانيول، دابا ان شاء الله يعني بقى نعملوا الاشكال به بزاف في لي ساليات ديال الفلتاج. وهنا غادي نجيبوا نبقى نعملوا مع مثلا فروي كونفين او اللوز او القرقع او اي حاجه هنايا، او شوكولا بحال هكذا، يعني شوكولا باطوني عادي او شوكولا لا كوفرتير، يعني الشوكولا الممتاز، يعني اللي كيكون 75% ديال الكاكاو. وهنايا ان شاء الله غادي نشوفوا، يعني بحال دابا مثلا عملتوا هادو ديال لا كوفرتير غادي تعملوه بهذه الطريقه، يعني بحال هكذا، ولا عملتو هاد ديال باطوني كتعملوه بحال هكذا، يعني بحال هكذا بحال هكذا. وهنا غادي نشوفوا الطريقه، انتما هنايا غادي نعمل بحال شكل بريوه بحال هكذا، نتمنى تبان لكم هنايا، هانتوما بحال هكذا. يعني هنا كان بريسيو مزيان باش ما تفتحش، ما تجيش مفتوحه بزاف، هنايا ما كتفتحش ملي تعمل لها بحال هكذا، ما تفتحش. وهنا ملي كنجيو مثلا كنزلوها في اللاطا ديالها كنجيبو موس او غراتوار بحال هكذا مثلا، وغادي نتقبوها بهذه الطريقه، يعني غير الجوانب ديالها بحال هكذا، وهنا في الوسط بحال هكذا صافي. وكنعملوها في اللاطه ديالها وكندهنوها، كندوريوها بالبيض، البيض كامل، البيض عادي. وهنا دابا ان شاء الله غادي نسالي بحال دابا هذه بشوكولا عاوتاني، هانتوما بحال هكذا، هانتوما شوفوا، يعني خصها تكون بحال هكذا، يعني يكونوا الحواف يكونوا مقادين. وهنا عاوتاني نتقبوها بنفس الطريقه. علاش كنتقبوها هنايا؟ باش ما تتحلش. وهنا كنجيبوا مثلا البيض هنايا حتى نعملوها في اللاطه ديالها، من بعد نوري نشوفوا كيفاش ندوريوهم وعلاش غادي نطيبوهم، وغادي نشوفوا الشكل ديالهم ان شاء الله ملي غادي يطيبوا. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما كنقطعوا قطع بحال هكذا هاد العجينه كندوريوها، لا بدا ندوريوها، دارها مدوري يعني راه فيه البيض، يعني باش ملي كنعملوا شي حاجه بحال هكا كنقلبوها ولا كتلصق. وهنا نعملوا واحد الشكل اخر بحال هكذا مثلا، يعني على شكل فرفارة بحال هكذا بحال هكذا، تمام. كتجي بحال هكذا، تمام. نزيد معكم وحدة، يعني في التقطاع ديالها تكون داخلة شوية، كتخلي بحال هكذا يعني واحد الدائرة باش ما تقطعوش بزاف، ولا تقطع مثلا غير شويه كتجي مجموعه. هنايا كنبريسيو هذا الراس على خاه بحال هكذا، كنبريسيوها مزيان. وهنا كناخذو الراس الثالث بحال هكذا والرابع بحال هكذا، هنايا نخليوها بحال هكا بنفس الطريقه. هنايا الناس المبتدئين، دابا ان شاء الله من بعد مني غادي نسالي وغادي نشوفوا فاش ندوريوهم وندخلوهم الفران ان شاء الله.
ما انا بغيت نوريكم هانتوما شتو يعني مندوريا هانتوما كيفاش كتبري. شوفوا العجينه كيفاش كتبري لحقاش، علاش باش كتلصق باش تلتصق وحده مع وحده. يعني لو كان ما الا ما مدهوناش يعني ما مندورياش ما غاديش تلصق. بحال مثلا ملي كنعملوا ليها بحال هكذا كتكون هذه مدوريه من هنايا كتلصق بحال الكولا، كنعملوها على هذه العجينه بحال هكذا باش تلصق. هذا الشيء علاش كندهنوا هذا كندوريو هذه العجينه بحال هكذا يعني باش تلتصق مع بعضياتها. هانتوما بحال دابا هنايا فيها البيض يعني مدوريه، هانتوما يعني الشكل ديال هذه الفرفاره كيجي بحال هكذا. يعني دائما هنا نبريسيو مزيان يعني بحال هكذا باش كتشد راسها مزيان لداخل بحال هكذا، يعني دائما باش ما كتحلش، وحتى الا تحلت كتحل واحد شويه، لا بدا غادي دير واحد شويه ولكن ما تحلش كاع. بحال هكذا كندوريوها بهذه الطريقه. يعني ملي كنقلبوا هذيك هاد الاذن مقلوب يعني ما مدوريش، خصنا ندوريوهم ندوريو غير هادو هنايا من هاد الجهه يعني اللي كيكون من الفوق يعني في الاول ما ندهنوش، يعني راه مدوري يعني غير هاد الودينات هادو اللي كتشوفوا هنا من الفوق بحال هكذا. هانتوما بحال هكذا نديوها للفرن، يعني كنطيب على 180 درجة و كي سميتو كتبقى ديك حتى ديك 25 دقيقة، يعني 20 25 بحال هكذا، يعني على حسب كل واحد والفران ديالو يعني السخونية اللي كيجمع. عاوتاني بحال هاد البريوات بحال هادو يعني ديال الفلتاج كنتقبوها بنفس الطريقة بحال هكذا، ولا حتى كندوريوها عاد نتقبوها مثلا يعني بحال هانتوما بحال هكذا ندوريوها بهذه الطريقة. هنا كنتقبو بحال هكذا في الوسط باش ما تنفخش بزاف. يعني دابا ندخلوها للفرن ان شاء الله، من بعد ملي غيطيبوا ان شاء الله ونولي معكم باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي ان شاء الله. وهانتوما دابا الشكل ديال هاد الفلتاج اللي عملنا يعني بكريم اسبانيول كما كتلاحظوا. هانتوما كيفاش كتجي، يعني ما كتجيش محلوله مفتوحه بزاف، يعني بحال هكذا كتهز هانتوما كتجي رائعه بزاف هانتوما، يعني تقريبا بحال كيم هنا كيم هنا هانتوما. يعني شوفوا الغلط ديال جهه اخرى وشوفوا الغلط ديال جهه اخرى، يعني بحال هانتوما اللي عملنا فيها شوكولا الداخل كما كتلاحظوا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه وغادي تطلع رائعه بزاف بزاف. وانتم النجيمه ديالنا فرفاره كما كتلاحظوا حتى هي كتطلع رائعه بزاف وما كيطلعش بزاف. يعني كنتمنى ان شاء الله تجربوا بهذه الطريقه هذه وردوا عليا الخبر في الكومنتيرات ان شاء الله. وانتم من بعد ما زيناه يعني التزيين كيبقى دائما اختياري كيف ما بغيتوا يعني تزينوه باش ما بغيتو. انا زينته هنايا باللوز ايفيلي وهنايا هذا بفول سوداني محمر. هانتوما نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. هانتوما وما تنساوش البارتاج واللايك للفيديو، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.